والله أخي العزيز، هي يعني أكيد الوضع الاقتصادي دهور، والموضوع عالميا موضوع كورونا هو موضوع عالمي أضر باقتصاد العالم كله. يعني فتشوف أنت الحالة الاقتصادية تدهورت عموما، يعني أكو ناس فقراء تأذوا، يعني أصحاب الدخل اليومي تأذوا كلش، يعني هو قاعد بأجار ببيت أجار وبمحل أجار أو يشتغل بأجرة يومية، هذا ما راح يقدر يدفع يعني الأجور. وأصحاب الأملاك تعرفون أنتم مثل ما متداول بالشارع، يعني هم ما دي يقبلون يتجاوزون هالمرحلة، يعني أغلب أصحاب الأملاك هم يطالبون بالأجور كامل بجور المحلات أو الأملاك. يعني أنا بأجر ب 250 ألف بالشهر أخي العزيز. هي المشكلة أنه هو أبو الملوك، أكيد أبو الملوك حالته ميسورة إلا صار عنده ملوك، صح؟ أكيد. والفقير أنه هو فقير ما عنده شيء، فهو مأجر من يعني هو اللي حالته ميسورة ما دي يسامح مثلا أبو الملوك، ما دي يسامح الفقير. فالوضع متخلخل، أكيد هو متخلخل بالشارع. أنا يوم أسأل أصحاب الأملاك إذا كانت دور محلات شلون يتعاملوا ويا الأزمة؟ فعلا استجابوا للمناشدات الناس اللي تدعوهم للتسامح، إطفاء الإيجارات بهذه الأزمة؟ والله أبو بكر أكيد، وأنت تعرف أكو قسم من أصحاب الأملاك إنه هم تسامحوا ويا المؤجرين وأكو لا، بس هي يعني الأغلبية هم ما دي يسامحوا للمؤجر.